كمان امبارح كان في مجموعة مهمة من الأخبار، ومن هذه الأخبار اجتماع دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم. وأيضا ترأس الدكتور مدبولي اجتماع مجلس المحافظين وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ خلال فترة الإجازات في العيد. كل سنة وحضراتكم بخير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأسهم. وأكد الدكتور مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستثمار المؤسسي خاصة الحكومي في سوق الأوراق المالية، لأن ده بيساهم في تحقيق استقرار الأسواق وبيطمن المستثمرين. كمان امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية خلال أجازة عيد الفطر المبارك. وقال كمان إنه لازم يكون في متابعة مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، ودي مسؤولية المحافظين. كمان وجه الدكتور مدبولي بضرورة الاستعداد الكامل خلال فترة الأجازات وتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ، مع الحرص على بذل كل الجهود الممكنة من أجل توافر مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين. امبارح الحكومة نفت الأخبار اللي تم تداولها على السوشيال ميديا بخصوص وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة. الحكومة أكدت إن كل شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها.